ماذا يريد الناس؟ ماذا يريد الشعب؟ أنت قاعد وراء الميز ويقول والله الأمور طيبة والأمور جيدة، لا الأمور مو طيبة، ونحن في خطر كبير، وانسحاب الصدر من العملية السياسية هو خطر كبير، وهو عبارة عن نهاية للعملية السياسية، وهو عبارة عن فساد نتائج الانتخابات نهائيا حتى لو استبدلوهم. ما جاي يوصلون، يعني المشكلة هؤلاء القادة اللي يحكمون 18 سنة حتى هذه اللحظة ما صارت عندهم خبرة سياسية. يابا احنا بال 2003 كان عمرنا 36، هسه عمرنا 55، بس هابلك تقطعوها ما تخلوها زين. استفدنا، شوف حتى 55 يعني على ساحة المظفر هم راح تيم التيار. لا اي مو صحيح، اقول استفدنا يا اخي، هم صارهم 22 وقبلها يقولون بالمعارضة، يا اخي استفيدوا شوية، فكروا زين، فكروا بالناس زين. انتم بس هالكلمة، انتم لا قيمة لكم من دون ثقة الناس بكم.